الابتدائية على كراء السكن بمكة والمدينة وعلى النقل والإعاشة. اجتمعت اللجنة الملكية للحج هذا الصباح ووقع إطلاعها على كل الإجراءات والتدابير اللي وقعت من بعد الاجتماع ديالها السابق، وأنه الآن والحمد لله تقدمنا بخطوات حثيثة فيما يتعلق بتحضير موسم الحج القادم. وقد تعرفت اللجنة على هذه الخطوات وأوصت الوزارة بأن تقوم بعدد من التدابير. التدبير الأول أنها تعلن الوزارة للعموم عن مصاريف الحج بمجرد التوصل من السلطات السعودية بكلفة الخدمات الرئيسية والخدمات الإضافية، يعني مازال ما عندناش الثمن ديال الحج. ثانيا تحديد مدة الاستخلاص في 5 أيام عمل على أن تبدأ بعد إعلان بأسبوع. ثالثا تنسيق مع الجهات المختصة لا سيما وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والخطوط الملكية والخطوط الجوية العربية السعودية للإسراع بالإجراءات الضرورية لإنجاح الموسم. رابعا التدخل لدى الإدارات المعنية لاختصار مسطرة التحويلات المالية. خامسا العمل على أن ينزل الحجاج المغاربة بميناء داخل المنطقة يعني الشرعية. سادسا الاحتفاظ بالحق في الحج لموسم آخر لمن يتمكن من الحج هذا العام بسبب السن أو بسبب التلقيح. سابعا العمل على تقليص مدة الإقامة بالأماكن المقدسة بحيث لا تتعدى 25 يوما. ثامنا الترحيب بالمسطرة التي اقترحتها السلطات السعودية لتسهيل إجراءات الدخول والمسمات بطريق مكة والتي ستشمل هذا الموسم الحجاج المغادرين من مطار محمد الخامس. هذه هي توصيات اللجنة وسنعمل على تنفيذها إن شاء الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.